الخدمه كانت غادي بخير وعلى خير الحمد لله، ولكن مع الكورونا راه ما كيخفاش على حتى شي واحد، يعني راه الوقت واقف، هذا هو اللي كاين، يعني راه حنا جالسين صافي. المعاناه كيبقى غير كتبرد كيف كنقولوا الهويج ديالك في المانكا وصافي، كطيح موديل وكتخدم وكتوجدو كتبقى تشوف فيه وصافي وكتسنى. ملي كتكون الخدمه وكيكون رواج جميع المشاكل كتلغى ما كتبقاش، ولكن دابا ملي ما كاين لا تجاره لا والو، سلعه هي حداك وكتشوف فيها كدور كتشوف قدامك ما كاين واحد وكدور كتشوف السلعه وراك راه ما كاينه كانا، يعني حتى 70%. وتا ديك 30% ربما غير كنقولوا غطاتها الجلابه، مال سلا وكون ما كانش الجلابه كتخرج غنوليو يعني 100%. الثمن ما كنختلفوش فيه، كان كيتقام بالوقت، يعني قدر كيف كنقولوا حنا ملي كنقول لك يعني فنان هذاك الموديل اللي ماشي غير كيجيو كيطيح، كيكون بحال اللي كتقلب على شي حاجه حال حتى كتجيك كنقولوا حتى كتجيك ديك الحاله عاد كيطيح لك ذاك اللون في بالك، يعني نقدر نقول لك على سبيل المثال هذا اللون نقدر نديرو مع هذا اللون دابا، ولكن من غير من هذه اللحظه هذه ما نقدرش نديرو، خصني لون اخر، كتطلع لي على لون اخر، ما كيجينيش هذا اللون هذا، يعني هذا العالم ديالنا هو بوحده. صراحة كورونا كانوا فيها واحد شوية ديال الإيجابيات ما نكذبو، صراحة علاش خلتنا كنقلبوا على كيفاش نبيعوا من غير ما نحلوا المحل، يعني احنا في الحجر الصحي كنا خدامين، علاش كنا خدامين أونلاين، يعني كنا كنديروا خدمة التوصيل. صراحة انا علاش كنقول لك اقبال، حيت الجلابة مازال مشية شوية، اما بالنسبة لنا حيت حنا كاع موالي التوابات كيعاولوا على التكشيطة حيت فيها شوية ديال الربح، مهما القاعة ديال الافراح مازال ما حلاش، يعني راه التكشيطة راه كنقولوا لها البركة في راسك ما كاينش، اما الجلابة مازال كتقاوم شوية في كورونا. وكما قلت لك حنا بالنسبة للمحل ديالنا قلبنا على حلول، كيفاش بحال قلتي تحدينا، كنا كان عندنا واحد التحدي هو نتحداو كورونا ما نحسوش بها راه كاينة، نبيعوا ونشريوا عاديا. اول حاجة درناها هو نقصنا في والتخفيضات، ما نقولوش غير حنا اللي مضرورين صراحه، راه حتى الزبون اللي كيشري حتى هو مضرور، يعني كيجيو عندنا بزاف ديال النساء المحل هنا كيقول لك انا راجلي مابقاش خدام، انا راجلي كيشد غير نص في الخلصه، هذاك علاش قلنا نطيحوا في الثمن، لا بغينا نبيعوا نشريوا شويه. والله سيدي صراحة الله يسخر الجميع والله يوفق الجميع، حنا كنتمناو الخير لكل شيء، بزاف ديال الناس مساكن كاين اللي كيتقدى بشي كتغرق، حنا صحابنا كنعرفهم والله، لكن ما نقدرش نقول شي حاجة كراف من قدا، كاين اللي مشى للحبس فهمتي هادشي اللي غنقول لك، كاين اللي سد هراب، كاين اللي لحد الان كيقلبوا عليه ما كيلقاوش، حيت راه قلت لكم التوب دابا علاش كان التوب كيتمشى، حيت القاعات الافراح النشاط كان كاين، دابا ما كاين نشاط راه بنادم ما كاين التوب الا جلابه قليله، هذا ما نقولوا، انا من هنا كنوجه لهم واحد الرساله غير الصبر، الصبر دابا تفرج ان شاء الله، خصوصا اللقاح قرب ان شاء الله عندنا امل كبير. كان امبورتي وسلاو، كاين شي حوايج اللي كنصاوبوهم هنا صراحه، حيت كنبغيو نروجو حتى الصناعة التقليدي شويه، حيت راه الصناعة التقليدي المغربي راه حتى هو كيطلق من يدو الذهب، وخصوصا في هذه الفتره هذه راه خصنا ما ننساوهاش صراحه، هنا فين خصنا نتعاونوا مع بعضياتنا ونردوا لهذاك الصانع التقليدي المغربي ولو غير شويه ديال الجميل ديالو، حيت هو اللي وصل القفطان المغربي للعالميه، هو اللي وصل الجلابه للعالميه، يعني ما ننكروش ليه الخير ديالو، حنا بالفضل ديالو غاديين، هذوك الحرفيه اللي ما كيبانوش جنود الخفاء بهم باش غاديين حنا.